مرحبا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الأول متوسط المنهج الجديد. درسنا اليوم Unit 6 Lesson 3، اليونت السادس الدرس الثالث. عنوان الدرس Samara's Pen Friend، صديق المراسلة الخاص بسمارة أو صديقة المراسلة الخاص بسمارة. احنا عرفنا أن الدرس السابق بالدروس السابقة أن كلمة Pen Friend معناها صديق بالمراسلة، هو الصديق اللي ما أعرفه على أرض الواقع، مجرد أعرفه عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق المراسلة. فهنا منطيني شخصية جديدة أو حوار بين شخصيتين اللي هن سمر ودانا. شو يطلب من عندي؟ يقول لي read the conversation، اقرأ المحادثة. What does Dana say؟ ما الذي تقوله دانا؟ Put each phrase A to I in the places 1 to 9. يقول لك ضع العبارات من حرف الـ A إلى I. شوف هنا هو مش منطيني، منطيني عبارات A B C D لحد حرف الـ I. هذني يقول لك وصلهن بالأجوبة المناسبة إلهن من رقم 1 إلى 9، منطيني من 1 إلى 9. إذن هي محادثة بين دانا وسمر، يطلب من عندي أني أقرأ هذه المحادثة، لكن جمل هذه المحادثة مفصولات، السؤال مفصول عن الجواب. يقول لي وصل السؤال بالجواب المناسب إلى حسب معنى الجملة. فأنا الحلول أمامكم، يعني عارض مباشرة، مجرد أنا أريد أفهم الحوار اللي دار بيناتهم، لأن بعد قليل راح يسألني الأستاذ بداخل الصف كتحضير يومي عن الحوار اللي دار بيناتهم. نعرف، لازم نعرف سمر ودانا منين جايين، من يا بلد، شنو جنسيتهم، شنو الأمور المتعلقة بهم، الحوار اللي دار بيناتهم عن شنو يتحدث إلى آخره. فبالبداية طبعا مثل ما وضحنا أن هاي الأسئلة وهاي الأجوبة. السؤال الأول اللي هو حرف إي، أول شيء أجي أقرأ What are you doing سمر؟ دانا تسأل تقولها ما الذي تفعليه يا سمر؟ سمر تجاوبها I am writing a letter، أنا أكتب رسالة. هالنوب تسألها سؤال آخر اللي هي نقطة جي، هاي النقطة جي What are you writing to؟ أو Who are you writing to؟ لمن تكتبين هذه الرسالة؟ تجاوبها I am writing to Judy. انتبه لهنا عندنا شخصية جديدة اللي هي اسمها جودي، قالت لها أنا دا أكتب رسالة الجودي. هسا دانا سألت قالت لها المن دا تكتبين الرسالة؟ فسمر جاوبتها قالت لها أنا دا أكتب الرسالة لشخصية أو بنية اسمها جودي. اللي بعدها اللي هو السي، حرف السي، قالت لها Who is Judy؟ من هو هاي جودي أو من هي هاي جودي؟ قالت لها She is my pen friend، إنها صديقتي بالمراسلة. إذن أحفظ هسا المعلومة الأولى إن جودي صديقة سمر بالمراسلة. جودي is Summer's pen friend، جودي هي صديقة سمر بالمراسلة. اللي بعدها اللي هي نقطة أي، تقولها Where does she live؟ أين تسكن هاي جودي؟ تجاوبها In Canada، she is Canadian. شوف هنا قلت لها تسكن في كندا، كندا اسم دولة، وأخذ الجنسية مال كندا، شنو؟ كنديان. قالت لها تسكن في كندا أو هي من كندا، إنها كندية، جنسيتها كندية. اللي بعدها النقطة F، شو تقول لها؟ تقولها How did you find her؟ كيف وجدتيها؟ أنت شلون تعرفتي عليها؟ فتجاوبها تقولها I advertise in a magazine for a pen friend. Advertise هاي كلمة مهمة جدا، حاول تحفظها. أقمت بالإعلان في المجلة for a pen friend، من أجل صديق بالمراسلة، مثل اللي سواه فؤاد ويوكي، أعلنوا بالجريدة أو المجلة وتعرفوا عن طريق هذه الجريدة أو المجلة وصاروا أصدقاء بالمراسلة. فقالت لها أنا أعلنت عن الجريدة أو المجلة عن صديق بالمراسلة. فتسألها سؤال آخر، تقولها Oh can I do that too؟ قالت لها هل يمكنني أنا أيضا أن أفعل ذلك؟ يعني هي هم تريد شنو؟ صديق بالمراسلة أو صديقة بالمراسلة. قالت لها Of course you can، بالطبع يمكنك. تسألها مرة أخرى، تقولها And do all pen friends come from Canada؟ قالت لها زين، كل الأصدقاء بالمراسلة يجون أو أتعرف عليهم من كندا فقط؟ من كندا؟ لا، هي شرح تجاوبها، تقولها Of course they don't، بالطبع كلا، they come from countries all over the world، إنهم يأتون من بلدان حول العالم. يعني أنت أعلن بالجريدة أو المجلة أنه أنت تريدين صديقة بالمراسلة، والجريدة راح تنتشر بكل مكان، فمن هو الصديق اللي ممكن راح يراسلك من كل أنحاء العالم من الممكن أنه تحصلين على صديقة أو صديقة؟ فتجاوبها أو تسألها بالاختيار I، قالت لها Are those photographs of Canada؟ سألتها قالت لها هل هذه الصور الفوتوغرافية اللي متوضحة بالصورة من كندا؟ فش تجاوبها Yes they are، نعم هي كذلك.
Judy sent them to me. لقد أرسلتها لي جودي. يعني جودي اللي هي صديقتها المراسلة اللي من كندا أرسلت لها هاي الصور. فتسألها سؤال آخر تقول لها بحرف دي أو نقطة دي. Have you got the name of the magazine؟ قلت لها عندك اسم الجريدة أو المجلة اللي أعلنت بها عن صديقة بالمراسلة؟ فقلت لها Yes I have. نعم لدي. I'll get it for you. سوف أجلبها لك. هذا ما يخص المحادثة الأولى. طبعاً بالبداية بداية الدرس الأستاذ يطلب من الطلاب يقولهم وصلوا الأسئلة بالأجوبة المناسبة لها. فالطالب يقدر ينقل هاي الحلول على مود يروح للدرس محضر إذا طلب الأستاذ منكم أن توصلون الأسئلة بالأجوبة. وصلت الأسئلة بالأجوبة. من الممكن الأستاذ يختار طلاب اثنين، طالب يمثل دور دانا والطالب الآخر يمثل دور سمر، ويسوون محادثة بداخل الصف كنشاط تطوير مهارة التحدث. هذه الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة، من الممكن أن الأستاذ بعد ما يوضح هذه الجمل أو يوضح هذه المحاورة أو المحادثة يسأل الطلاب عن الأحداث اللي صارت بهذه المحادثة. مثلا يقول لهم Where is Judy from؟ من أين جودي؟ طالب يرفع إيده يقول له She is from Canada. من الممكن أن يسأل سؤال آخر Who is Judy؟ من هي أصلا جودي؟ الطالب جاوبا Summer's been a friend، إنها صديقة سمر بالمراسلة. وهكذا نلاحظ أنه قالت سمر she is my pen friend، إذن هي صديقة سمر مو صديقة دانا. دانا هي اللي كانت تسأل وقالت لها أريد أعلم بالجريدة مثلك أنا متحصل على صديقة بالمراسلة. هذا ما يخص الفقرة الأولى، هي مجرد نشاط صفي. ومن الممكن بعض الأساتذة يجيبوه بسؤال التوصيل. من الممكن يجيبوا لك جملة أو جملتين بسؤال التوصيل توصل السؤال بالجواب المناسب الهم. أما تمرين أو التمارين اللي موجودة في كتاب النشاط، تمرين رقم واحد يقول لك هذا student spoke، انظر إلى كتاب الطالب again مرة أخرى. Write answers to the questions، واكتب إجابات لهذه الأسئلة. يعني هو راح يسألني أو الأستاذ يسألني بداخل الصف عن هذه الأسئلة، فأنا لازم أجاوب. طبعاً الأسئلة يعني هي نفسيتها اللي راح يسألني الأستاذ داخل الصف كتحضير يومي، ومن الممكن يسويه كنشاط صفي لتطوير مهارة الكتابة. فمثلاً إحنا طلعين الإجابات What is or what nationality do you think Summer and Dana are؟ شنو هي جنسية؟ قلنا نشيناليتي أخذناها بالدروس السابقة معناها جنسية. ما هي جنسية سمر ودانا؟ هذه الأسماء عربية، فمن الممكن جدا أن يكون عراقيات، فأقول لهم they are Iraqi، وأنهن عراقيات. السؤال الثاني، من الممكن طبعا يسأل سؤال آخر يقول لي where do Summer and Dana come from؟ من أين جاء سمر ودانا؟ تقول له they come from Iraq، جان من العراق. ساعة يطلب الجنسية وساعة يطلب البلد. In which countries can you find pen friends؟ شوف هنا شو يقول لي، في أي البلدان يمكنك أن تجد أصدقاء بالمراسلة؟ ذكرنا بالمقطع النصي أو بالمحاورة اللي دارت بين سمر ودانا أنه يمكنك أن تجد أصدقاء من كل أنحاء العالم. فأقول له the countries all over the world، من دول من جميع أنحاء العالم. Where did Summer get the photographs of Canada؟ من أين حصلت سمر على الصور الفوتوغرافية الخاصة بشنو؟ الخاصة بكندا. قالت هي حصلت على صور فوتوغرافية. منين حصلت على هاي الصور الفوتوغرافية؟ ذكرنا بالقطعة إن جودي هي اللي أرسلتهن. بقول له from Judy، من جودي her Canadian pen friend، صديقتها بالمراسلة الكندية. اللي بعدها why did Dana ask for the name of the magazine؟ شوف هنا يقول لي لماذا دانا طلبت اسم الجريدة أو المجلة؟ بالأخير نهاية المحادثة ليش دانا طلبت اسم الجريدة أو المجلة؟ على مود أكيد تحصل على صديقة بالمراسلة. She wanted to advertise، أرادت أن تعلن أو تسوي إعلان. For a pen friend too، أرادت أن تحصل على صديقة بالمراسلة أيضا فتسوي إعلان بهاي الجريدة أو المجلة. هذه الأسئلة هي الأسئلة اللي راح يسألها الأستاذ داخل الصف كتحضير يومي، غير مهم من امتحان التحليل والامتحان الشفوي، مجرد من خلال فهم الطالب للمحاورة أو المحادثة اللي صارت ببداية الدرس يحاول يجاوب على هذه الأسئلة كنشاط صفي. ننتقل إلى تمرين رقم 2. يقول لي you want a pen friend from another country. يقول لك لنفترض إنه أنت كطالب تريد pen friend، صديقة أو صديق بالمراسلة from another country، من بلد آخر. Choose a country and complete the first two columns of the table. يقول لك اختار بلد وحاول انه تملي الجدول او تملي حقول هذا الجدول من هذا او عن هذا البلد. شلون يعني؟ يعني على سبيل المثال يقول لك انت لنفترض انه تريد بلد او صديق بالمراسله من مكسيكو، من دوله المكسيك.
فانت ايش تعرف عن المكسيك؟ هو مطيني معلومه. مكسيكو سيتي از وان اوف ذا بيجست سيتيز ان ذا وورلد. انا اللي المعلومه اللي اعرفها عن مكسيكو سيتي هي اكبر مدينه بالعالم. What I want to know, ما اريد معرفته, what is the food like in Mexico, كيف يبدو الطعام في المكسيك؟ انا ما اعرف كيف يبدو الطعام في المكسيك, فشلون اعرف هذه الطريقه او شلون اعرف اطعمتهم؟ عن طريق الصديق بالمراسله. انا اعلن عن صديق بالمراسله هو صادق واحد من المكسيك, وبالتالي هو راح يخبرني عن الاطعمه اللي هناك وتايلاند. ومن ثم بعد ما تراسل هذا الصديق من هذا البلد, ما الذي تعلمته منه؟ Mexican people eat a lot of chili. الناس المكسيكيين ياكلون الاكل الحار, الكثير من الاكل الحار. زين, لنفترض انه انت تريد صديق بالمراسله من مصر على سبيل المثال, اقول ايجيبت, مصر is a big country. انا المعلومه اللي اعرفها انه مصر عباره عن بلد كبير. شنو اللي تريد تعرفه عن مصر؟ مثلا انواع الاطعمه اللي ياكلوها. فمثلا اقول له what is the Egyptian food like, كيف يبدو الطعام المصري. زين, شنو اللي تعلمته بعد ما عرفت صديق بالمراسلة؟ شنو اللي تعلمته من خلال مراسلتك مع هذا الصديق المصري؟ راح تكتب الأشياء اللي تعلمتها من هذا الصديق. مثلا ان المصريين ناس لطفاء, مصر فيها الكثير من الأماكن السياحية إلى آخره. هذا مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي. تمرين رقم 3 يقول لي ask your classmates what they know about the country you choose. زين, اسأل زملائك بالصف ما الذي يعرفون عن البلد الذي اخترته أنت, اللي هو مصر احنا اختاره هنا. write their answers, واكتب إجاباتك. نحن يقول لك, أو نشاط صفي, الأستاذ يقول لك اسأل الطالب اللي بصفك شنو تعرف عن البلد اللي أنا اختارته. مثلا أنا اختاريت مصر, تسأل الطالب اللي قاعد بصفك ايش تعرف عن مصر, تكتب المعلومات اللي يعرفها عن مصر هنا أنا. وهكذا الطالب الآخر يسألك أنت مثلا الطالب الآخر اختار مثلا بلد إيطالي, إيطاليا, أنت ايش تعرف عن إيطاليا, تكتب إجاباته. وهكذا هذا كذلك نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي. ننتقل للتمرين رقم 5 write a letter to your new pen friend, اكتب رسالة لصديقك بالمراسلة الجديد. تذكرون الرسالة اللي أخذناها بالدرس الأول اللي دزها اليوكي المن الفؤاد؟ مثل هذه الرسالة أريدك تكتب لي أو تملي لي هذه الفراغات وتسوي لي رسالة لصديق بالمراسلة. إحنا متفقين إنه هذا الفقرة أو هذا الحق مخصص للعنوان, فأكتب مثلا العباس ستريكت, حي العباس, كربلاء العراق, كربلاء في محافظة كربلاء في العراق. وبالأخير تكتب التاريخ, مثلا اليوم 17 بشهر الثالث. هذا الحب المخصص لهذا الأمر. احنا اتفقنا سابقا انه انا لما تكتب رسالة يجب ان يكون اعلى الرسالة يمينا عنواني, تاريخ رسالة, الرسالة عنواني الدقيق, المحافظة, الدولة, الزقاق, المنطقة الى اخره. وراها لازم نبدأ الرسالة بدير عزيزي, زاد اسم الشخص اللي عاني داز الرسالة. لنفترض على سبيل المثال داز الرسالة الواحد أو الشخص اسمه علي, دير علي. نانا لما يقول لك اكتب رسالة لصديقك بالمراسلة, فأنت ما تعرفه على أرض الواقع ولا هو يعرفك على أرض الواقع, فبالتالي أنت لازم تقول له أو تتعرف عليه, أو شيء تعرفه عن نفسك ومن ثم أنت تتعرف عليه, تسأل عن معلومات اللي تعرفها عنها. فمثلا اقول له my name is طه, انا اسمي طه, I live in كربلاء, واسكن في كربلاء. وتقدرون تقولون او تكملون في العراق, وتبدأ تحكي عن العراق. تقول له مثلا العراق is a big country, العراق بلد كبير, it has lots of interesting places, فيه الكثير من الاماكن الممتعة الى اخره. وراها تسأله عن الأشياء اللي أنت تريد تعرف عنها, مثلا تقول له how old are you, كم عمرك, where do you live, أين تسكن إلى آخره. هذا مجرد تدريب إضافي عن كيفية كتابة رسالة لشخص إحنا ما نعرفه. إحنا شلون نكتب رسالة؟ أخذناها بالدرس الأول اللي هي رسالة يوكي لفؤاد, وأخذناها كذلك بالدرس الثاني لما طلب من عندي أني أكتب رسالة
كرد على رسالة يوكي. تعلمنا على طريقة كتابة الرسالة، فالأمر أصبح بسيط جدا، على مجرد نشاط لتطوير مهارة الكتابة لدى الطلاب، غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي. هذا كل ما يخص درسنا هذا اليوم. لاحظنا أن الدرس كله عبارة عن أنشطة صفية، ما في شيء من ممكن يجينا بالامتحان التحريري، ما عدا جمل التوصيل اللي أخذناها من بداية الدرس، من ممكن الأستاذ يجيب لي جملة أو جملتين من عندهم ويطلب من عندي أن أوصل السؤال بالإجابة المناسبة له، أعتمد على معاني من الجمل لحل هذا التمرين. ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو. أي سؤال أو استفسار أو إضافة تحبون تقدموها تقدرون تواصلونا على حسابات الموجودة أسفل الفيديو في الوصف.